السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض الإخوة اشتكوا إن الديسك سيك مش موجود في ريفت 2018، أو بتسطب الريفت ما بتلاقوش فيه. طيب تعالى نشوف حاجة. مثلا لو أنا هكتب هنا دور، تمام، دخلنا على أي موقع سيك دوت اوتو ديسك دوت كوم، جميل جدا، راح محولني على بيم أوبجكت. يبقى خلاص اوتو ديسك سيك ده موقع اتلغى وبقى في بداله دلوقتي بيم أوبجكت. طيب لو انا عايز اشتغل على بيم اوبجكت، تمام، هنيجي هنا، وحتى لما تيجي تعمل سيرش اوديسك سيك اول حاجه تطلع لك بيم اوبجكت، ده الموقع البديل. اوديسك سيك ده ويب بقاله فتره. طيب في حاجه من الاثنين، يا اما تيجي هنا وتروح مسطب البيم اوبجكت من قلب الادنس، هتلاقي رابط اسفل الفيديو وده مجاني، هتنزله وتبدا تعمل سيرش. تمام، هو الموقع سهل جدا، تختار الحاجة اللي انت عايزها تعملها داونلود. ممكن تدور باسم الحاجة او باسم الشركة، الموقع سهل وبسيط، تقدر تحمل منه الفهم اللي انت عايزه. تمام، او تدخل على موقع الشركة نفسه وتعمل سيرش جواه، ده هتلاقي فيه يعني لما تيجي هنا تقول له مثلا هنا بيعمل سيرش والمنتجات اهي، تقدر تختار اللي انت عايزه. اقول له سك، يبدا يجيب لي المعلومات عن اوتوديسك سك، وتقدر تسطب الاداه بحيث ان انت تبقى عندك في قلب الريفت الادوات كتيره في البحث. تمام، تقدر تعمل براوزر، تقدر تعمل سيرش على حاجه معينه، المنتجات كلها موجوده. فبدل اوتوديسك سك اصبح دلوقتي اللي هو بيم اوبجكت.